تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مع درس جديد من دروس النصوص بعنوان كن جميلا. أولا جو النص، يدعو الشاعر الناس في هذا النص إلى أن يستمتعوا بجمال الطبيعة، ولن يدرك هذا الجمال إلا من كانت نفسه جميلة تتذوق الجمال. ويوجه الشاعر كلامه لمن يرى الحياة مظلمة وسوداء ويدعوهم إلى التفاؤل ليتمتعوا بمظاهر الجمال. البيت الأول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. داء بمعنى مرض، تغدو تصبح والمضاد تمسي، عليلا مريضا والمضاد سليما، وجمعها أعلى مظاهر الجمال. أي هذا الشاكي، أسلوب نداء غرضه التنبيه. ما بك داء، أسلوب نفي يؤكد أنه لا داعي للشكوى. داء جاءت نكرة للعموم والشمول. ما بك داء وعليلة بينهما تضاد يقوي المعنى ويؤكده. كيف تغدو، أسلوب استفهام غرضه التعجب والاستنكار. إن شر الجناة في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. الجناة أي المذنبون ومفردها الجاني، تتوقى بمعنى تخشى، الرحيل هو الموت. إن شر الجناة أسلوب مؤكد بإن يدل على أن تشاؤم جناية وجريمة. تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، تعبير يوحي بالقلق والخوف من الموت. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. الندى هو قطرات الماء، والإكليل هو التاج وجمعها أكاليل. ترى الندى فوقها إكليلا، شبه الندى فوق أوراق الوردة بالتاج الذي يلبسه الملوك. بين ترى وتعمى تضاد يوضح المعنى ويقويه. الأفعال ترى، تعمى، تتوقع، أفعال مضارعة تدل على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. عبء بمعنى حمل وجمعها أعباء. ثقيل أي شاق، يظن يعتقد ومضادها يتأكد أو يتيقن. هو عبء على الحياة ثقيل، تصوير للمتشائم بالحمل الثقيل. عبء جاءت نكرة للتقليل والتحقير، والشطر الثاني تعليل للشطر الأول. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. والذي نفسه بغير جمال، تعبير يوحي بالأثر السيء للتشاؤم، حيث يجعل الإنسان يفقد الإحساس بجمال الحياة من حوله. بين بغير جمال وجميل تضاد يوضح المعنى ويؤكده. شيئا جاءت نكرة للعموم والشمول. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. تمتع أي استمتع. الصبح أراد بها كل شيء جميل. يزول بمعنى ينتهي ويفنى، ومضادها يبقى ويستمر. فتمتع بالصبح أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد. لا تخف أن يزول حتى يزول أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد. حتى تفيد الغاية، أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. جميلا أي متفائلة، والوجود هو الحياة والكون ومضادها العدم. أي هذا الشاكي، تكرار النداء يبين مدى حرص الشاعر على توجيه النصيحة للإنسان المتشائم. كن جميلا أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد. ترى الوجود جميلا نتيجة لما قبلها. أسئلة على النص: من أي شيء يتعجب الشاعر في البيت الأول؟ يتعجب من الإنسان الذي يشكو وهو ليس مصابا بمرض، فكيف سيكون حاله إذا أصبح مريضا؟ الثاني: ما الحقيقة التي ذكرها الشاعر في البيت الثاني؟ أن شر قاتل في هذه الحياة نفس تنتظر الموت وتنتظر هاجس الموت قبل أن يدنو منها، فهو ميت قبل موته. السؤال الثالث: كيف يرى الشاعر الوجود وما رأيك؟ يرى الشاعر الوجود جميلا مليئا بمظاهر البهجة والفرح،
وإذا شعر بها الناس شعروا بجمال الحياة. وأرى أن الشاعر متفائل يرى الدنيا بمنظار حكيم. السؤال الرابع: ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ تسيطر على الشاعر عاطفة التفاؤل والأمل والتمتع بجمال الحياة. تدريب يجيب عليه الطالب: أي هذا الشاكي وما بك داء؟ كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. تخير الإجابة الصحيحة. الأبيات تدعو إلى التفاؤل، التشاؤم، الشك. النداء في أي هذا الشاكي يفيد الرجاء، التحذير، التنبيه. الاستفهام في كيف تغدو غرضه الاستنكار، التوبيخ، التحقير. ما الجمال في قوله ترى فوقها الندى إكليلا؟ ما قيمة الجمع بين